بقولوا إنه المثابرة سر من أسرار النجاح. وجودنا اليوم بمعرض فروت لوجيستيكا ببرلين هيدي سابع سنة، وبلشنا كنا ثلاث مصدرين يجوا مع اتحاد الغرف، اليوم جايين 85 مصدر. أحلى برهان على إنه المثابرة بتوصل. أنا فخور إنه المصدرين اللبنانيين موجودين اليوم بأكبر معرض عالمي للخضار والفواكه، 2200 عارض موجودين هون، لبنان واحد منهم. إن شاء الله إنه مع الوقت منكون عندنا جناح هائل مثل جناح تركي مثلاً، في يمكن شي 50 عارض من تركيا. نحن عنا متأملين إنه السنة الجاي يكون عنا عارضين بعدد مهم ويكبر الستاند تبعنا، ونكون فخورين إنه لبنان عم بيكبر بكل الميادين بما فيه تصدير خضار والفواكه.